ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر يا حبيب الله يا رسول الله الله يا من الماء استقى شيخ حسن الإمام الشهيد أهمية وحدة الشعور التي ينبغي أن تقود إلى وحدة الموقف عند الأمة إزاء قضاياها المصيرية، ورأى ضرورة الاستعلاء على حالة التمحور حول الذات شخصية كانت أم مذهبية أم إقليمية، والارتقاء إلى مستوى الاهتمام بالكيان الكلي للأمة. ولعل فيما قدمه السادة الأفاضل في ممن سبقوني ومما سيقدمه السادة الأفاضل ممن سيتلون بحوثهم وأبحاثهم في هذا الصدد سيلقي مزيد من الضوء على مدى عمق واستراتيجية فكر السيد الشهيد الصدر في الوحدة الإسلامية والتعايش السلمي. أشكركم مرة أخرى لإتاحة الفرصة لي بالمشاركة في هذه الندوة العلمية، وأتمنى لجميع المشاركين التوفيق والسداد بإذنه تعالى. شكرا جزيلا. سادتنا الأعزاء، على ما يعني صغير الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضل. شكرا جزيلا للقائمين على هذه الندوة المباركة والتي تصادف هذا اليوم الذكرى العزيزة علينا لشهيدنا الذي استطاع أن يجمع الشعب العراقي من كافة أطيافه وطوائفه على الوحدة والمحبة والوئام. والسبب الرئيسي الذي أعتقد بكون هذا الإنسان كان متصالحا مع ذاته، وهذا التصالح مع الذات لابد أن يكون هو الركيزة الأساسية للإنسان لينطلق من ذاته للتأثير على الآخرين. بدون التصالح مع الذات وبدون أن يكون نقي السريرة وبدون أن يكون واضحا كل الوضوح مع نفسه ومع الآخرين لا يمكن أن يؤثر على الآخرين. وبالتالي استطاع الشهيد الصدر قدس سره التأثير المباشر ليس فقط على الذين هم متديننا، لا نستطيع أن نطلق هذا يعني لا تسمحون لي المتدين حتى من غير المتدينين، استطاع التأثير بهم لصدقه وصدق ذاته وصدق مبدئه وصدق ما يطرحه والذي بدأ به بنفسه. ولكن يا أستاذنا العزيز، مع الأسف الشديد أنه نرى من دعا بأنه يتبع هذا الفكر الرشيد، هذا الفكر النير، هذا الفكر الذي جمع الجميع بالأفكار وبالتآخي وبالمحبة وبقبول الآخر، لأنه لا يمكن أن يكون هنالك تعايش سلمي في أي مجتمع من المجتمعات إلا أن يكون بتقبل الآخر. ومع الأسف الشديد أنه الذين ادعوا أنه يسيرون على فكر هذا الشهيد الإنسان الذي استطاع أن ينير الطريق لكثير من الشباب، مع الأسف الشديد خاب الظن بهم. وأنا متأكد عندما يخرج نحن بانتظار الفيديو اللي عرضه دكتور ناظم، فيلم وثائقي حول الشهيد الصدر قدس سره. ذاكوا بهالأثناء مداخلة ممكن يقوم بها أو يتحدث أحد الزملاء الأفاضل أو سادتنا. بصراحة أنا يعني اللي أفهمه من الأخ في مداخلته جزاه الله خير وقدم شيء لطيف، أن الشهيد الصدر كان متصالح مع نفسه، ويعني هو يشير إلى منهجية أشار لها سيد البلغاء أمير المؤمنين: من عرف نفسه فقد عرف ربه. حتى معرفة الله جل وعلا في ميدان المتدينين لو صح التعبير، وإن كان معرفة الله ليست حكر على المتدينين،
يعني لا تكون إلا بالتصالح مع النفس. وقطعا يعني هذا الجمهور الواسع الكبير العريض الذي اجتذبه شهيدنا الصدر بشخصية آسرة قطعا أنه ليسوا جميعا من المتصالحين مع ذاتهم. نعم هم تأثروا بالشهيد الصدر، ولكن ليس الجميع هم من استطاعوا أن يعني يسعون مع خطوات الشهيد الصدر بشكل منهجي وصحيح وكامل وتام. جمهور عريض كبير، منهم من عايش الشهيد الصدر، منهم من لم يعايشه، منهم من قلد الشهيد الصدر، منهم من اتبعه بلا تقليد. فأكيد أن هنالك ممن يحب الشهيد الصدر أو يدعي اتباعه أو يريد اتباعه، ولكنه لا يستطيع تطبيقه بمنهجية مصالحة الذات بشكل تام، هذا لا أنكره. ولكن لا يعني أن كل من يقول بأني من أتباع الشهيد الصدر هو مجانب للمنهجية التي جاء بها السيد الشهيد الصدر. لا يعني لا التطرف ب يعني دخول الجميع في التطبيق صحيح، ولا التطرف برفض الجميع بالتطبيق صحيح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا شيخنا العزيز، ان شاء الله تكون بخير وصحه وسلامه. شكرا وسلامي للجميع. ما تعرفنا عليكم استاذ، ما طرحتوا ما عرفتونا باسمكم قبل انا اللواء المتقاعد كاظم هلال البدري. تشرف، اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا شيخنا العزيز، يا اهلا بيك. من رخصة الاخوان، من ضمن الفقرات فيديو من رخصة الدكتور عوف، اذا تسمح للدكتور عوف نعرض الفيديو. راح اعرض الفيديو مره ثانيه. في يوم ما مر عليه شخص في اواخر الشباب يلبس الزي الافندي عادي، يريد يناقش وطالب للحقيقة الرجل، ومنصف وجدته طيبا. قال لي اني اشك في الله، تعال انت برهن لي على وجود الله. سبحان الله، انا شو اقول له؟ هذا الرجل حسب قيافتي له درجة من الوعي وله درجة من الثقافة، فإذا أنا سردت عليه البراهين الفلسفية هو لابد أنه يحمل فكرة عنها، فمن هذه الناحية قد لا تفيده. برهان الدور وبرهان التسلسل وبرهان النظام ونحو ذلك من الأمور، وما شايف السماء والأرض ومع ذلك يشكك بالخالق، سبحان الله. فحينئذ أنا فكرت أن أجيبه بسنخ آخر من الأدلة بطريقة أخرى من الاستدلال، بحيث قال لي في النهاية بأنه أنا ما كنت سامع لشيء مما قلته أصلا. ترضى أنا أروح أقولها؟ قلت له روح قولها، جزاك الله خير. في الحقيقة أنا اختصرت هذا الجانب، ولكنني أقوله الآن لأنه كأنما الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى من أشكال مختلفة وأسناخ مختلفة، كل واحد سنخ عن الآخر يختلف. من قبيل أن نقول أن البراهين القلبية على الله سبحانه، على وجود الله وعلى كرمه وعلى قدرته وعلى تدبيره موجودة، من قبيل قوله عليه السلام: عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا،
وقوله عليه السلام إنه لا تراه العيون بمشاهدة الأبصار ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان، وقوله تعالى ويعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فتخبت أو فتخشع له قلوبهم. لكن أنا أردت أن أمشيه ممشا آخر، أسرد لكم جملة من النقاط التي ذكرتها له. النقطة الأولى، حبيبي أنت تلاحظ وأنا ألاحظ وكل عاقل يلاحظ على وجه البشرية، وليس في النجف وليس في العراق فقط وليس في هذا الجيل بل في كل جيل من آدم إلى يوم القيامة، أن الخوش أوادم يؤمنون بالله والمو خوش أوادم لا يؤمنون بالله. هذا هو مختصر مفيد، أن المؤمنين بالله عندهم إنسانية وعندهم إنصاف وعندهم طيبة وعندهم إخلاص، نعم ذلك من الصفات التي تتوخى ونتمناها لأي إنسان. في مقابله الذين لا يؤمنون بالله، حبيبي شرم خون وجهك وإيدك ورجع، هذا مكر فسق منحرفين ظلم إلى آخره، هذا هو. حينئذ معنى ذلك أن الإيمان بالله هو حصة الطيبين وإنكار الله سبحانه وتعالى هو حصة الفاسدين، ويكفينا هذا دليلا على وجوده جل جلاله وعلى لطفه وقدرته. هذا أين وصل الصوت أبو؟ إذن تفضل دكتور ناظم. نعم نعم، وإذا أكو مداخلات إن شاء الله. البحث أنا بالحقيقة أو الشيء اللي أريد أقوله بخصوص ما طرحناه ما تضمن الفيديو اللي شفناه، وطبعا الفيديو بالحقيقة إحنا يبين قضية التسامح الديني اللي موجود عند سماحة السيد شهاب الصدر، واللي هو يفترض يكون موجود عند المتدينين بشكل عام وعند غير المتدينين. بس أعرض هذا أوكي، هذا الحقيقة الكلمات اللي كتبتها وهي قليلة بحق السيد الشهيد. الورقة اسمها التسامح عند الشهيد الصدر. من خلال الفيديو اللي شفناه احنا شفنا انه السيد جاء شخص قال اثبت لي انا، يعني بمعنى انه انا ما من بوجود الله، بمعنى انا كافر بالله. تخيل انه رجل مثلا رجل دين او اي شخص متدين او شخص علماني يجي شخص اخر يقول يعني ارفض عقيدتك بهالمعلم، فشنو الجواب اللي راح يقول؟ خليك تثبت انه اعتقد ان التسامح هو القدر النفسي على قبول الاخر او تفهم الاخر، وبالرغم من غزاره انتاج الشهير الصدر لكن هنا اكتفي بمقطع فيديو قصير وملخص القصه. ان مواطن ملحد جاء للشهيد الصدر يثبت له وجود خالق للكون، وهذا يعني انه يعلن كفره بالخالق يعني امام السيد الشهيد الصدر. فماذا حصل؟ شلون جاوب السيد الشهيد الصدر؟ طبعا من خلال الفيديو اللي اتمنى انه انتم كتبتوا تشوفوا، يعني للاسف كان متقطع بسبب النت وبعض النت، لكن انا نظرت ويمكن بعضكم شافه. فمن هذا الفيديو يعني حسينا تفاهم من قبل السيد الشهيد الصدر لظروف المواطن الملحد، انسان عنده عقيده وعنده مقدمات وصل الى قناعه معينه. فاحترم السيد، احترم راي الاخر، عذاره يعني ايضا عذاره. شوف يعني انت اليوم اذا تلاحظ فكره تكفيري او التشدد بشكل عام ما يفهم الاخر وما يعذره،
بينما احنا نشوف هنا اكو تفاهم واكو احترام للاخر وماكو انفعال ولا اكو كراهيه، بل بالعكس هو كان يختم الكلام السيد الشهيد الصدر، تحس انه متعاطف مع المقابل ومتفاهم وبذل وسعه انه خلى فكره الفكره اللي هو يعني يرى انه حق، وكل انسان يرى ما يعتقد به انه حق، ولا لكن يفترض ان يحضر الاخر ويتفهم، وهو هذا معنى التسامح. يعني انت فاهم انه التسامح انه انت تفهم الاخر وتقدر ظروفه وما تسيء وتعطي المجال انه يعبر، وطبعا اكو نقاط اخرى نتركها يعني للحضور، وممكن ان نطرح سؤال هنا، يعني لو السؤال اللي نطرحه انه لو هذا الشخص لو ان شخص بالعكس العمل يعني لو ان شخص متدين الى عالم ملحد وطلب منه ان يثبت انه لا خالق، يثبت انه كفره او دافع كفره، هل دور سيحتضر الملحد هذا السؤال؟ وهل سيحترم الملحد ذلك المتدين؟ وبنفس الوقت لو هذا الملحد رايح الى شخص متشدد متدين متشدد او تكفيري وقايل له انا كافر بالله واريدك انت تقنعني، شنو رد الفعل؟ طبعا هذا الفيديو هو حقيقه دقائق من عشرات الساعات اللي مسجل السيد غني كلها عندي بالحقيقه بموضوع التسامح، موضوع فهم الاخر، موضوع يعني هدايه الاخر، وطبعا اكو اكثر من 20,000 صفحه مكتوبه، لان انا حسب فهمي انه عنده تقريبا 50 مؤلف او اكثر من هذا اللي مطلوب او الموجود اللي اعرفه، ومؤلفات تصل الى 500 صفحه، فضلا عن مئات الساعات المحاضرات العلميه اللي كان يلقيها، وكان يلقي تقريبا 5 أو 6 أيام بالاسبوع يلقي محاضره علميه، واحسب على تقريبا على مدى 10 سنوات او 9 سنوات 2 سنوات ومستمر على الدرس، فكم عدد الساعات من المحاضرات؟ هذه المحاضرات وهذه النتائج العلمية كلها أنا حسب الطلاع كان هو موضوع الرئيسي فهم الآخر، فكان هو يناقش الفكر الماركسي، يناقش الفكر المادي، يناقش بعلمية وينفتح عليه ويتفهمه، وهو هذا التسامح الحقيقي. التسامح الحقيقي يكون بفهم الآخر وأنه نشعر بحقه لا إكراه في الدين، فالتبعين الاجتماعي ونعطي للآخر حق الاعتراف. وطبعا هي منهجية الآل الصدر، منهجية الشيخ الصدر في يعني صح الإعلام والجهات يعني اللي ترى أنه الفكر الصدري يقف عائق أمامها تحاول الشوه، لكن اللي دارس والمنصف والقريب يعرف حقيقة هذا الفكر اللي أسسه سماحة السيد الشهيد الصدر. وطبعا هذا بس شيء مختصر، انا ما اريد ايضا اطيل عليكم، واذا اكو اي مداخلات ما اعرف او اي سؤال انا اشوف الدكتور. شكرا دكتور ناظم، شكرا دكتور ناظم على مداخلتك وعلى كلماتك. الاخوه الافاضل اكو مداخله او تعقيب على ما تفضل فيه دكتور ناظم؟ اقدر اتكلم؟ تفضل دكتور غازي، تفضل. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام جميعا، اهلا وسهلا، واشكركم على وشكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل اللي يعطينا صوره حقيقيه عن المواطنه العراقيه. انا الحقيقه بس عندي نقطتين اساسيه بدي اعقب على الكلمه الاولى اللي طرحها سماحه الشيخ صلاح حول موضوع التوافق اللي يتعلق بالبرلمان او اللي يتعلق بانتخابات او سرقه، او خلينا نقول مو سرقه، يعني خطف